احمد شديد قناوي كان في منتخب مصر لحد 3-4 شهور فاتوا، كان اساسي في النادي الاهلي لحد المباراه القليله الماضيه، لكن فوجئنا جميعا باستبعاده. انضم اليوم الى نادي سموحه. مساء الخير يا ابو حميد. كابتن شوبير، ازي حضرتك يا كابتن؟ ازي اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. قرار استبعادك كان مفاجاه يا احمد؟ هو كابتن يعني ما يعني كان مفاجاه طبعا، لظل الظروف اللي الواحد يمر بيها الطول اللي فات. طبعا الواحد الحمد لله زي ما حضرتك تكرمت وقلت يعني الحمد لله كان بيلعب لغايه اخر 3 شهور في منتخب مصر، وفي النادي الحمد لله كان مستمر بصفه اساسيه الحمد لله، بطوله افريقيا، الكونفدراليه، الحمد لله الدوري، كنت الحمد لله لغايه قبل دوري المجموعات بلعب اساسي. فلما بتيجي تحكم على لعيبه كابتن عشان تمشيه، اكيد لعيبه ما بيلعبش خالص او لعيبه مستواه سيء للغايه، لكن الحمد لله الواحد كان بيعمل يعني كان بيصنع اهداف وموجود في الصوره، ومره واحده كده لقيت نفسي بره النادي. بس انا هو المشكله كابتن مش في ان انت تبقى بره النادي، المشكله ان انت لازم يعني اتشاف مثلا الراجل لما جه كابتن، عشان ما يقولش ان ده تقرير الراجل، لا هو مش تقريره، لان الراجل 4 ايام اكيد ما شافش احمد اصلا. ده صحيح، ده صحيح. انا ما لعبتش ولا ماتش عشان يشوفني من ساعه ما جه. ولو شاف فيديوهات يا كابتن يبقى اكيد شاف احمد شريف في الماتشات، لان الحمد لله لعب معظم الماتشات. شايف انه قرار استبعادك كان مين السبب فيه؟ والله يا كابتن كبير، هو السبب يعني مش انا مش بحدد حد معين، بس هو يعني يمكن انا يعني كابتن احمد ايوب كان شويه يعني الكلام اللي وصله كان عايز يوصل وصله بطريقه خطا. كابتن احمد ايوب وصله بطريقه مش مظبوطه او قال حاجه مش مظبوطه، لان الراجل بيسال المدرب العام يا كابتن. انا لعيب كوره وعارف النقط دي، لما باجي اسال بسال المدرب العام وبقول له مين اللي كويس ومين اللي وحش ومين اللي مميز عندك. فانا بقول هل ممكن يكون الكابتن محمد يوسف او الكابتن فتحي مبروك سايب تقرير سلبي بالنسبه لك؟ انا قبل الكابتن محمد يوسف مشيت وانا بلعب اخر ماتش، انا بلعب اخر ماتش مع كابتن محمد يوسف. لو انا في التقرير فمش هلعب. كابتن فتحي الحمد لله انا لعبت، انا كابتن فتحي الراجل طلع نفى ان هو مشى اي لعيب، انا ماليش دعوه بالحوار ده خالص. هي النقطه كابتن بتبان المدرب العام، بدليل يا كابتن انا اول يوم جه الراجل الاجنبي بقيت لقيت نفسي تفندر في نص الملعب، انا عمري ما لعبت تفندر. وانت مؤهلاتك ما تنفعش تفندر كمان خالص يا كابتن، بدليل ان الكابتن هو بيسال المدرب المساعد وكابتن احمد ايوب بيقول له ده بيلعب باك وده يعني ودى كابتن سيد معوض وودى صبر رحيل بيوريهم دول الباكات بتوع النادي، لكن احمد شديد مش موجود. بس فهي دي كانت علاقتك متوتره مع الكابتن احمد ايوب؟ والله يا كابتن كانت احسن علاقه، كانت أفضل علاقة في الفترة الأخيرة وقبل أول ما جه وصل النادي مع كابتن حسام البدري ومع كابتن محمد يوسف كانت العلاقة جميلة جدا. في آخر الفترات ديت مش عارف إيه اللي حصل. فوالله يا كابتن يعني أنا عمري ما بعمل مشكلة، وحضرتك تعلم بهذا الشيء، أنا عمري ما عملت مشكلة في النادي الأهلي. صحيح صحيح. كان بيجي في النادي أحمد كنت متألق جدا في النادي المصري، بعدين رجعت للنادي الاهلي ولعبت كل مباراتك في النادي المصري، رجعت في النادي الاهلي ولعبت منتخب شويه لكنه في النهايه بتخرج بهذه الطريقه، حاسس بالمهانه، حاسس بالندم انك لعبت للنادي الاهلي؟ لا يا كابتن، عمري ما هندم ان انا لعبت في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يا كابتن جماهيره ما ينفعش الواحد يقول ان هو تهان في النادي، انا الشخص تهان، لكن انا كجماهير النادي الاهلي الواحد ليه الشرف انه لعب في النادي الكبير، بيتي وهيفضل بيتي يا كابتن، وانا يعني المدربين الموجودين بيروحوا ويجوا لكن ده بيتي. نعم. وانا هفضل مستمر مع علاقتي بالنادي الاهلي الكبيره. لكن لهنا يا كابتن ان الطريقه اللي مشي بيها احمد شديد ده صحيح. طيب اسالك عن مستحقاتك كابتن علاء، طمنك على مستحقاتك؟ لا طبعا يا كابتن، مستحقاتي وانا ما سالتش عليها حتى الان، انا كابتن علاء الراجل من اول مكالمه لما كلمني قال لي احمد مستحقاتك موجوده عندنا وهتاخدها في الوقت المناسب مع اللعيبه. فانا ما اتكلمتش كلمه، كنت ممكن اقول له يا كابتن انا بره النادي، المفروض انا مش تبع اللعيبه دلوقتي، لكن النادي الاهلي زي ما قلت يا كابتن احمد ده بيتي. نعم. وهيفضل بيتي، فالفلوس بالنسبه لي مش كل حاجه، اهم حب الجماهير. ليه اخترت سموحه؟ والله اخترت سموحه يا كابتن، اسمه نادي سموحه نادي كبير، وباشمهندس فرج عامر الراجل يعني مش عايز اقول لك كابتن المعامله اللي بيعاملها لي من ساعه من اول مكالمه هو بيتعامل معايا، هو يعني في افضل من الفترات الاخيره في نادي معاملات كبيره جدا، والراجل عارف قيمه احمد شديد والحمد لله مقدرني. وانا طبعا يا كابتن بتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنه، وطبعا الكابتن حماده صدقي مدرب كبير وعمل السنه دي حاجه كبيره للنادي. صحيح صحيح. فيعني انا نفسي اتمرن ونفسي اخد التجربه مع نادي سموحه، لان نادي سموحه طبعا بيلعب افريقيا، ونفسي ان النادي دوت ياخد بطوله. فاعتقد ان شاء الله يا كابتن قادرين ان شاء الله ان احنا نعمل موسم كويس ان شاء الله، ونساعد الباشمهندس فرج عامر الراجل يعني في قمه الاحترام بالتعامل بالاسلوب مع اللعيبه، يمكن كله واحد والله مش احمد شديد بس، يمكن هو معايا انا بس بيتعامل بالاسلوب دوت، ان هو عارف ايه احمد شديد وقيمته، وده الواحد كان ناقصه كابتن، الواحد كان مطلوب كده من زمان، الواحد يعرف
قيمه اللاعب اللي قدامه. لما رحت المصري مستر كامل كان عارف قيمته وعارف قيمه احمد شديد عشان كده الواحد تألق. فنفس كده باشمهندس طارق عامر يعني الحاجه يعني فوق الخيال والله يا كابتن. التعامل اللي عملوه لي الراجل بتكلم ما بلحقش اتكلم يعني كابتن، هو عارف قيمه احمد شديد. انا بشكره من عند حضرتك وبقول له ان شاء الله بقى عند حسن ظنك وتشوف ان شاء الله حاجه كويسه. النادي سموحه طبعا نادي كبير يا كابتن، نفسنا ان شاء الله اتمنى ان شاء الله اجيب له بطوله. وبشكر يا كابتن جماهير النادي الاهلي طبعا، لان جماهير النادي الاهلي السبب من اسباب ان احمد شديد بيروح سموح بيروح كل الانديه. اشكرك احمد شديد النووي، اتمنى لك التوفيق باذن الله عز وجل.